تواصل مسابقة الابتكار الحكومي فكرة رفد منظومة العمل الحكومي بأفكار إبداعية خلاقة تساهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء الحكومي وفق الأهداف المنشودة. فكرة تطبيق هويتي إحدى الأفكار التي فازت في مسابقة الابتكار الحكومي في نسختها الرابعة، وتقوم فكرة التطبيق على توفير الوثائق الرسمية الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم. إبداع، تفرد، عزم وإصرار، هذا ما يميز الشاب البحريني. فلطالما كان لهذا الشاب مكانة خاصة لدى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، والذي أخذ بيد الشاب البحريني ليفتح له آفاقا واسعة في مجال الإبداع والابتكار، حيث أطلق سموه مسابقة الابتكار الحكومي فكرة لتأتي محفزة لمزيد من التميز. 12 فكرة تأهلت للمرحلة النهائية من مسابقة الابتكار الحكومي، لتفوز 3 أفكار منها فكرة تطبيق هويتي، والتي حازت على إعجاب اللجنة. وقدمت الفكرة من قبل محمد عبد الرحيم الأنصاري والسيد أحمد حميد أحمد من مستشفى الملك حمد الجامعي. هل فكرت في يوم أن جميع إثباتاتك ومستنداتك الشخصية تكون بين يديك؟ فكرتنا عبارة عن تطبيق هويتي الذي يضم إثباتات والمستندات والوثائق الرسمية إلكترونياً بين يدي المواطن والمقيم، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومعتمد لدى جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. تطبيق هويتي يضم جواز السفر ورخص المركبات والبطاقة الذكية وبطاقة ذوي الهمم وبطاقات العمل والإقامة لغير البحرينيين وغيرها من المحتويات. أفكار إبداعية متميزة تصب في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، وبالتالي تطوير الأداء الحكومي وفق الأهداف المنشودة. كل ذلك وأكثر في ظل وجود هذا الاهتمام الكبير بالشاب البحريني الطموح.